أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حوار سياسي. حلقة اليوم عن الموصل وعن مأساتها المستمرة، فما زالت هذه المأساة تتواصل، حيث فر عشرات الآلاف من شرق المدينة وبدأ النزوح من غربها، ووصل النزوح فيها إلى رقم غير مرغوب وغير مقبول. وقال نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن الدراسات التي أجريت حديثا بالجزء الغربي من الموصل أكدت أن الإمدادات الغذائية والوقود تتضاءل، والأسواق والمحال التجارية أغلقت أبوابها، والمياه الصالحة للشرب باتت نادرة، وإمدادات الكهرباء إما متقطعة أو مقطوعة بشكل دائم، إضافة إلى الاعتقالات المتكررة بحق الأهالي الذين تتشابه أسمائهم مع بعض من عناصر تنظيم الدولة، على الرغم من تكرار الأسماء في العراق وبكثرة. وقبل أن ندخل في تفاصيل لقائنا هذا لنشاهد معا هذا التقرير فلنتابع. الحرب من ورائهم وكأنها أمامهم. هنا الموصل التي تشابكت على أنقاضها أيدي المتحاربين تعاني من الحرب وتبعاتها. لم يكن خوف الموصليين مقتصرا على صواريخ الجو أو انفجارات الأرض التي أتت على معظم المدينة بشرا وحجرا، بل شمل خوفهم كل ما هو قادم، فمنظر المدينة يكشف جزءا من حقيقة ما جرى. سحقت المدينة تحت لافتة التحرير، وتحت لافتة أخرى يودع الكثير من سكانها في غياهب السجون بتهم متعددة، إحداها تشابه الأسماء، وهذا ما سلطت عليه الضوء وكالة فرانس بريس في تقرير جديد لها عن هذا الموضوع. تقرير الوكالة روى شهادات من سكان ومسؤولين محليين عن خوف متصاعد لدى الموصليين نتيجة الخوف من التعرض للاعتقال على خلفية تشابه الأسماء، فقد يحمل اسم شخص شخصا آخر وضعته القوات الحكومية على لائحة المطلوبين لديها بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، مبينة أن الكثير من سكان المدينة باتوا لا يغادرون منازلهم خشية الوقوع ضحية لهذا التشابه. لأن هذا التشابه بحد ذاته قد يكون سبباً بدخول السجن لفترات غير معروفة الأجل في سجون وصفت هيومن رايتس ووتش الأوضاع فيها بأنها مهينة على أقل تقدير. ولعل تفشي الظاهرة استدعى المسؤولين المحليين في محافظة نينوى للتحدث عنها، فعلى سبيل المثال طلب رئيس لجنة الأمن في مجلس المحافظة محمد إبراهيم البياتي بالتوقف فوراً عن اعتقال الأشخاص استناداً إلى الاسم الثلاثي وحده، كاشفاً أنه أحد ضحايا تشابه الأسماء، بيد أن البياتي قد وجد ما يشفع له كمنصبه مثلاً، لكن ماذا عن الآلاف من المعتقلين لا لذنب ولا لتهمة إلا عندما يكون الاسم بحد ذاته تهمة؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في البدء دعوني أرحب بضيفي معي داخل الأستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسين سبعاوي. أهلا ومرحبا بك. حياكم الله. يا مرحبا. حياك الله. وأيضا معنا عبر الهاتف الصحفي العراقي السيد زياد السنجري. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد. حياك وبياك. أهلا وسهلا أخي. أهلا بك في حوار سياسي. أبدأ معك أستاذ حسين، بداية كيف تعلقون على وضع الموصل بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد وضع الموصل هو وضع مأساوي بمعنى الكلمة. مدينة منكوبة مفقودة فيها الخدمات، مفقود فيها الأمن. لو كانت هذه المدينة من أي مدن العالم الأخرى وخصوصا في أوروبا لكان سجلت ضمن المدن المنكوبة، وقامت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإصلاح ما يمكن إصلاحه وفق القانون الدولي، أنه تعتبر مدينة منكوبة فتقدم لها الإغاثات والمساعدات وإلى آخره. مدينة لا يوجد فيها الكهرباء ولا يوجد فيها الماء ولا يوجد فيها الجسور ولا يوجد فيها الاتصالات ولا يوجد فيها الأمن. الجثث مرمية تحت الأنقاض، المدينة مهدمة بكامل، 70% من الجانب الأيمن مهدم، ما زال الأنقاض ما زالت قاطعة الطرقات، الجسور مهدمة، الطرقات يعني والحفر اللي فيها لا يمكن السير حتى على الأقدام بها. هذه لا يمكن أن تعتبر مدينة بهذه بمستوى مدينة الموصل الحضارية، ثاني أكبر مدينة في العراق. بمعنى الكلمة هي مدينة منكوبة. نعم. أستاذ زياد، بداية وضع الموصل داخليا كيف هو برأيكم؟ وضع الموصل الداخلي اليوم حقيقة وضع مزري جدا، فما يصلون من رسائل وما تصلون من معلومات وما تصلون من إشارات الحقيقة مأساوية بكل معنى الكلمة.
في مدينة الموصل الآن رغم ما تفضل به الأستاذ في الاستوديو، هناك مأساة كبرى وهي مأساة العوائل التي يريدون أن ترجع أو تعود إلى منازلها، فلا منازل لهم. الأطلال هناك محشوة بالجثث، المدنيين ومن عناصر داعش وأطفال، وهذه الجثث الآن تتفسخ. نعم. نحن نتحدث عن مدينة في الجانب الأيمن للأسف موبوءة، لأن هناك 39 مرض وبائي منتشر في مدينة الموصل، إضافة أن الوضع الصحي الوضع الخدمي، حيث أن أفضل الحالات في أفضل الحالات يتم حفر بئر بئر ارتوازي، وهذه مأساة باعتبار نحن في القرن 21 عندما يفرح الناس بحفر بئر ارتواز، وإذ يدل ذلك يدل على العجز الكبير جدا للحكومة المحلية والمركزية في تقديم أبسط الخدمات لأهلنا هناك المنكوبين. ونعتقد بأن ما يجري الآن في مدينة الموصل مخطط له بأن يكون المرض والجهل وسوء الخدمات أشياء أصبحت واقع حال في مدينة الموصل، وعلى الأطلال في مدينة الموصل أن تخضر مع الربيع القادم، وهذا ما يعني بقاء 250 مليون طن من مخلفات الحرب داخل المدينة القديمة. نعم. وهي أرقام كبيرة جدا لا تقل عن المدن العالمية التي نكبت في اليابان والتي تعرضت إلى القنابل الذرية والنووية. نعم. أستاذ حسين، بداية في وقت سبق وصفت المنسق الأممي للولايات الأمم المتحدة في العراق ليزا جراندي الوضع في الموصل بأن هنالك الكثير من الأشخاص يعيشون في المدينة دون أن تصلهم الإمدادات الغذائية والمرتكزات الأساسية للحياة. كيف تنظرون لهذا الأمر؟ أنا أنظر لهذا أنه سببه هو الفساد ثم الفساد ثم الفساد. الفساد في العراق من أبشع أنواع الفساد اللي موجود. السبب فساد العراق وفساد قمم. نعم. والفساد اسم جامع للساسة في العراق. نعم. اسم جامع. ممكن نقول أنه هناك طائفية ومعلوم من هي الطائفية، ومن وممكن نقول هناك عرقية، ممكن نقول هناك تطرف، ولكن عندما تقول فساد فمعناها اسم جامع للساسة في العراق. ما يميز الفساد في العراق أنه فساد قمم وليس فساد قواعد وعموم المجتمع. فساد نعم. القمم لا يمكن إصلاحه من قواعد المجتمع، لأنه القمم معناها ملح المجتمع، فإذا فسد الملح من يصلح؟ فساد الملح ما يصلح، ما ممكن يصلح شيء، هو مهمة الملح للإصلاح. نعم. طيب إذا فسدت هذه القمم معناها من الصعب جدا الإصلاح، ولهذا السبب اليوم عند الفساد وين؟ هذا طبعا ليس تهمة، هذا ما يصرحون به، فساد في الحكومة، فساد في البرلمان، فساد في المؤسسات الحكومية على المستوى يعني العليا، مو على مستوى المديريات الفرعية وغيرها. طيب هذا الفساد كيف سيعالج؟ أنا أعتقد هذا الفساد الجاثم على صدور العراقيين من الصعب جدا في الوقت المعاصر وفي الوقت في الوقت القريب إصلاحه، لأنه فساد انتشر في المجتمع وتوغل. نعم. ويعني بدأ يأكل مؤسسات الدولة. فلهذا السبب أعتقد فساد العراقي لا يمكن، الفساد في العراق لا يمكن إصلاحه إلا بعامل خارجي أو بمرحلة طويلة تحتاج إلى مجموعة إصلاحيين كبار خبراء بالإصلاح، حتى ممكن أنه بعد جيل كامل حتى ممكن أن يعالج هذا الفساد. أما بأي حال من الأحوال الفساد في العراق هو فساد قمم، والقواعد المجتمعية لا تستطيع إصلاح هذه القمم. نعم. هي صاحبة القرار وهي الفاسدة. نعم. أستاذ زياد، يعني منظمة الأطفال الدولية ذكرت أن نحو 350 ألف طفل عالقون بالقسم الغربي من مدينة الموصل. ماذا عن هؤلاء؟ ما هو مصيرهم؟ كيف سيتم التعامل معهم؟ 350 ألف طفل محرومين من الدراسة، محرومين من الكهرباء، محرومين من الماء، محرومين من الصحة، محرومين من تلقي العلاج، محرومين من كل شيء. نحن نتحدث عن الجيل القادم، الجيل الذي سيأتي. إذا نحن لم نقدم لهم أي شيء في مدينة الموصل وفي محافظة نينوى. عندما نقول بأن هناك عجز تام من قبل الحكومة، فهو ليس عجز ضد المواطنين في الوقت الحالي، وإنما تدمر المجتمع بانتشار الأمية والجهل
وانتشار الأمراض، حيث لم تستطع لحد الآن أن تقدم أدنى مقومات الحياة لأهلنا في الجانب الأيمن من مدينة الموصل المنكوبة. فلا توجد لدينا أي أرقام وإحصائيات من قبل الحكومة استطاعت أن تقدم ولو 5% لأهلنا المنكوبين في الجانب الأيمن. هناك عمل تطوعي من بعض المنظمات ومن بعض الشباب من أهالي مدينة الموصل يقومون بتقديم بعض المساعدات لهؤلاء الأطفال، ويقومون ببعض مساعدة الأهالي في تنظيف النفايات ومخلفات الحرب، لكنها محاولات تبقى خجولة بدون إمكانيات دولة، تبقى محاولات لا ترتقي لما يعانيه أهلنا هناك. نعتقد بأن الأمر يتطلب جهود أكبر، هناك تنصل، هناك مؤتمر للكويت لم يستطع أن يقدم شيء لمدينة الموصل بواقع فعلي، هناك من مثل مدينة الموصل ومثل محافظة نينوى وهم مجموعة من الأشخاص باستثناء دكتور مزاحم الخياط، مجموعة من الأشخاص لا يمتون بصلة للواقع الموصلي بحقيقة الأمر، هم مجرد إعلاميين في أحد المعاهد الأمريكية، لم يستطيعوا أن يقولوا كلمة حق بوجه من قصف وقتل ودمر مدينة الموصل، ومن قام بمعاناة بتسبب بمعاناة هؤلاء الأطفال وغيرهم آخرين أيضا في أحياء أخرى، ولكن في الجانب الأيمن هم جلهم من لب مدينة الموصل القديمة، وهم البؤرة التي أكثر تضررا في المدينة ومحافظة نينوى. نعم أستاذ حسين، يعني الأطفال هؤلاء 350,000، لنفترض أن الحكومة تعتبر أهاليهم من الإرهابيين كما تدعي، أليس من المفترض بها أن تحتضن هؤلاء وأن تجعلهم في صفها لبناء المستقبل؟ هذا واجبها أن تحتضن. سابقا حتى من يدخل السجن هناك يسموه المصلح الاجتماعي، المصلح الاجتماعي حتى يصلح السجين نفسه وليس عائلته، السجين نفسه بحاجة إلى إصلاح إن كان من الجنات أو كان متطرفا أو من الإرهابيين، نفسه هذا السجين يحتاج إلى إصلاح، وهذا ما كان معمول به. ولحد الآن في سجون العالم المعتقلين هناك مصلحين اجتماعيين يصلحهم، فما بالك بأطفالهم؟ ولكن على العكس هناك منظمات تعمل لإفساد هؤلاء، وسيكون هؤلاء الأطفال مستقبلا قنابل موقوتة إذاء للمجتمع، وليس ولن يكون لهم دورا إيجابيا في المجتمع، وهذه حالة خطرة جدا، لأنه 350,000 في محافظة الموصل كذلك يقابلها أعداد أخرى في الرمادي، ويقابل أعداد أخرى في محافظة تكريت وصلاح الدين وهكذا. فبالتالي سينشأ عندنا جيل يحقد على مجتمعه، وقد يجوز يستخدم من قبل منظمات أخرى تستغل حاجته الإنسانية وتفسد أخلاقه. أنا أعتقد هناك حتى داخل الموصل بعض المنظمات مهمتها إفساد أخلاق المجتمع وأخلاق الشباب، وإلا كيف انتشرت هذه الكبسلة وهذه الخمور وهذا الكفر الإلحادي المنتشر؟ كيف انتشر هذا؟ هناك منظمات تعمل لهذا الأمر، تستغل حاجة الناس له. ولهذا سبب مهمة الحكومة عليها أن تنظر بعين العطف لهؤلاء وتصلحهم، لأن هؤلاء سيكونوا قنابل موقوتة للمجتمع. طيب أستاذ زياد، يعني السؤال المهم في هذه القضية خصوصا فيما يتعلق بالأطفال في العراق، ليس في الموصل وحدها، ففي جميع مناطق العراق هنالك إهمال لقضية الطفل. يعني كيف سنبني مستقبل العراق إن كان هنالك إهمال لهذا الجانب المهم بالنسبة للبلد؟ نعم، الطفل هو المستقبل، هو الحياة القادمة، هم أساس ولبنة المجتمع في المستقبل القريب. نحن نتحدث عن جيل كامل اليوم يعاني من الجهل، يعاني من عدم التعلم، يعاني عدم القراءة والكتابة. نعرف جميعا بأن العراق من الدول التي لا يوجد فيها جاهل ولا يوجد فيها غير متعلم. بقرار محو الأمية في ثمانينات القرن الماضي، سبعينات وثمانينات القرن الماضي، انتهى الجهل في العراق. نعم. اليوم النسب التي تم الإعلان عنها 47%، هي نسب مخيفة مرعبة. نعم.
نحن نتحدث عن نصف المجتمع جاهل. نصف المجتمع جاهل، أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذه مأساة كبرى جدا، مأساتنا ستستمر. نحن نتحدث عن أطفال تعمل في دوائر رسمية دون ال 15 عام. إذا هناك عملية بجعل الطفل غير متعلم وغير مثقف ويعمل بأجور زهيدة جدا، وبالمستقبل ممكن أن يكون وقود لمعارك طائفية ومعارك تقودها الميليشيات التي تسيطر على العراق وخاصة مدينة الموصل اليوم. إذا العملية ممنهجة والنتائج محسومة بجعل المجتمع عسكري، مجتمع يعمل لصالح أجندة خارجية، وجعل من العراق ساحة حرب مستمرة، واستمرارية هذه الحرب هي بجمع وجعل الأطفال غير متعلمين، جاهلين، أميين، فهم خير ما يمكن أن يقدمون قربان لتلك الحروب وتلك المعارك. نعم أستاذ حسين، هنالك أيضا من الداخل من يشير إلى أن الحكومة لم تنشئ ممرات آمنة للسكان، لا في فترات النزوح الأولية ولا في العودة. لماذا برأيكم لا تنشئ الحكومة هذه الممرات؟ هذه واحدة من الطامات التي دفع المجتمع في الموصل الثمن غالي منه. عندما لا تنشئ ممرات والناس تخرج إلى باتجاه القوات الأمنية في بداية المعركة، كانت القناصة أيضا مال داعش يستهدفوهم وقد قتلوا في الزنجيل كثير، والذي لم يخرج من الممرات الأمنية ممكن أن يكون أيضا هدفا للقوات الأمنية، فبالتالي الناس أصبحوا بين نارين، وعندما يكونون في منطقة اللي يسموها منطقة الحرام، منطقة الوسط، يصبحون مقتلة. كان يفترض إنشاء ممرات أمنية للناس العالقين لكي تستطيع القوات الأمنية أن تدخل إلى المدينة دون خسائر، ولكن هناك عمل ممنهج ومستهدف لهذه المدينة مما أدى إلى هذه الخسائر الكبيرة. هناك نوع أيضا آخر من أنواع الأسلحة المستخدمة لهذه المعركة اللي هي لا يمكن أن تستخدم ضد مجموعات إرهابية. كيف تستخدم صواريخ ضد مجموعات إرهابية؟ كيف تستخدم طائرات بصواريخ كبيرة جدا وفراغية تستهدف حادثة موصل الجديدة؟ فرع كامل هدم، هل معقولة هذه مواجهة منظمة إرهابية؟ لا يمكن. هذه لمواجهة معسكرات كبيرة جدا ممكن أن تستخدم هذه الأسلحة، وهي محرمة أيضا، لم تستخدم في الحرب العالمية الأولى والثانية مثل هذه الأسلحة في مواجهة المدن. ولهذا السبب نقول مدينة الموصل ما مر عليها لم يمر على مدينة باريس وعلى مدينة برلين في الحرب العالمية التي هي من أكثر المدن تدميرا. باريس وبرلين كلا المدينتين لم ما أصابها كما أصاب أهل الموصل، ولحد الآن الجثث مرمية ولحد الآن المدينة مدمرة. فكانت قضية أنه غياب الممرات الأمنية هو عمل ممنهج لاستهداف السكان سواء من داعش أم من القوات الأمنية، ويبقى هؤلاء الناس في منطقة الوسط، وشهدت فيها في منطقة الزنجيلي مقتل العشرات وبقت الجثث في الشارع 3 أيام أو 4 أيام على طول، ومنها من دفن في نفس المكان. يعني الآن ما تحت الأرض في الموصل هناك مقابر على المناطق المهدمة، على الطرقات ناس دفنت هناك. طيب أستاذ زياد، لماذا الموصل؟ لماذا هذا الإهمال المتعمد لمدينة الموصل من قبل ما يسمى الحكومة في بغداد؟ الإهمال المتعمد هو لأسباب سياسية بحتة. نعتقد بأن مدينة الموصل هي بيضة القضبان في العراق. نعتقد بأن مدينة الموصل لعبت دورا محوريا في بناء العراق الجديد. العراق الجديد ليس 2003 وإنما قبل 2003. مدينة الموصل هي مدينة عريقة، مدينة عربية عمقها بالتاريخ. ونعتقد بأن مدينة الموصل استهدفت مثل ما استهدفت حلب، وذلك لأمر معين، وذلك لجعل مدينة الموصل وهي حاضرة عربية وهي مدينة مهمة لها وزنها ومكانتها في العالم العربي الإسلامي أن تستهدف بهذه الطريقة. بكل تأكيد علينا أن ندرك بأن ما حصل هو مخطط ومرسوم له بعناية وبدقة كبيرة جدا، وإلا كيف نفسر بأن الأهالي اعتصموا لمدة عام كامل، اعتصام سلمي، مظاهرات سلمية،
ردت عليه الحكومة بإطلاق النار والقتل المتعمد. وخلال لحظات تم انسحاب 4 فرق عسكرية مخلفة أسلحة ما قيمتها 26 مليار دولار وهي كافية لغزو بلدان كبرى. كل ذلك مؤشرات ودلائل وما جرى في مدينة الموصل وما نوهنا عليه عنه في أكثر من مناسبة في مواقعنا الخاصة وعبر قناتكم بأن ما يحدث وقبل البدء العمليات العسكرية هي عملية إبادة، عملية لقتل أهالي مدينة الموصل وتهجيرهم. نحن نتحدث عن 8 مليون مهجر ونازح داخل العراق، نتحدث عن وصول العراقيين ل 64 دولة حسب المنظمات العالمية، نحن نتحدث عن 2 مليون أرملة، نتحدث عن أرقام مخيفة. كل ذلك يجعل من الحكومات المتعاقبة ما بعد 2003 حكومات شريكة وثابتة ولها منهج معين ثابت مدروس في جعل الأمور إلى أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم ونشاهده الآن هي نتائج لمعطيات حدثت سابقة، وهي بكل تأكيد هي نتائج كارثية ومخيفة لأهلنا وأبناء مدينتنا في الموصل. نعم أستاذ حسين، هنالك قضية جديدة اليوم تتولد فيها الموصل وهو هاجس تشابه الأسماء لدى أبناء وشباب ورجال المنطقة يخافون من الاعتقالات نتيجة تشابه الأسماء، علما أن الكل يعلم أن تشابه الأسماء يصل في بعض الأحيان إلى الاسم الرباعي وليس إلى الاسم الثلاثي أو الاسم الثنائي، وكثير من العراقيين اسمه محمد جاسم محمد أو جاسم محمد جاسم. لماذا هذه القضية؟ هذه القضية معقدة والناس دفعت ثمنها كثير، لكن هي ببساطة لماذا يعتمد الاسم الثلاثي بدل ما يعتمد الاسم الرباعي واسم الأم وينتهي الأمر؟ ولكن هناك أمر يعني متعمد لهذا الاستهداف، لأنه من مكون معين ومن مدينة معينة ومن جهة معينة فلا يبالي. الاسم المتشابه يذهب 4-5 أشهر في السجون ثم يتبين أن اسمه متشابه، طيب أين الحاسبة؟ وجميع هويات الحوار المدنية في العراق هي تحمل اسم الأم، شيك اسم الأم وتعرف الحقيقة. ولكن هناك قضية متعمدة في إدلال الناس، وأسماء العراقيين بصورة عامة هي متشابهة، وهذه المشكلة دفع ثمنها الناس كثير. لهذا السبب أنه من كان حريصا على يعني على متابعة الجنات من خلال اسم الأم والاسم الرباعي وتنتهي المشكلة. لا يمكن أنه أنت كل ما تذهب إلى سيطرة واسمك الثلاثي في اشتباه تدخل في دوامة الاعتقال والتوقيف وأربع خمسة أشهر ثم تثبت أنك أنت بريء من هذه التهمة. هذه حقيقة عشرات مئات المواطنين العراقيين إن استطعت إثبات ذلك، بينما هي قضية إجرائية بسيطة جدا، من هو متهم من خلال أيضا اسم الأم والاسم الرباعي ويتشيك ويخلص العراقيين من هذه الآفة. أنا سمعت التقرير أنه عضو مجلس محافظة نينوى يتكلم على أنه لا يمكن اعتماد فقط الاسم الثلاثي، هذا معناه المعاناة وصلت إلى درجة عالية من الناس بسبب تشابه أسماءه. ورئيس مجلس محافظة نينوى عانى من هذه القضية واسمه في تشابه أيضا. تفضل، إذا هو رئيس لهذا السبب إحنا نقول أنه اعتماد اسم الأم أيضا تنتهي. لا يمكن في العراقيين واحد متشابه اسمه الأربعة واسم الأم الثلاثي متشابه. هذا إجراء بسيط جدا، لكن لماذا لا يعمل به؟ لأن هذه الإجراء لأن هذا الإجراء هو ضد مكون محدد ومدينة محددة. حقيقة الطائفية هو هذا السبب. اليوم إدارة الدولة بأسلوب طائفي، هذا النتيجة الطبيعية، يطلع لك اسم المتشابه، يطلع لك هو يا سيدي هو فقط الاسم المتشابه، والله اسم عمر تهمة يا سيد العزيز، إذا بس اسم واحد. هذه المشكلة لابد أن نتخلص من الطائفية في إدارة الدولة. أنا ذاك العراقيين يستطيعون أن يعيشون حياة حرة كريمة، أما طالما الطائفية هي الحاكمة وهي التي تسود البلد ثق لن يكون هناك استقرارا، لأنه الطائفية لا حدود لعدوانيتها، لا حدود لعدوانيتها أبدا. تقابلها داعش التي أيضا لا حدود لعدوانيتها، لا يمكن. ولهذا السبب لا يمكن العراقيين أن يتعايشوا لا مع داعش ولا مع الطائفية، لأن ثقافة العراقيين مختلفة بعيدة عن التطرف وبعيدة عن الغلو وبعيدة عن كل هذا.
هذه هي المشكلة الرئيسية يا سيدي. اخلص من هذه المشكلة، اخلص من التطرف الداعشي، واخلص من الطائفية، وشوف العراقيين كيف يعني تلتحم لحمتهم وتعود أخوتهم. نعرف ذلك لأننا كنا نعيش في لحمة قبل هذا، قبل أن تواجد الطائفية في العراق. مشاهدينا الكرام، أطلب منكم ومن ضيفي البقاء معنا، فاصل قصير ومن ثم نعود. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أستاذ زياد، أهلا بك من جديد، وأهلا بضيف بأستاذ حسين وبمشاهدينا. أبدأ معك أستاذ زياد، تكلمنا عن قضية تشابه الأسماء قبل الفاصل. أستاذ حسين قال أن الطائفية والتطرف هما السبب في هذا الأمر، لكن برأيك أنت لماذا تتناسى القوات الأمنية والحكومة في بغداد هذه القضية، وهي قضية تشابه الأسماء المتكررة في العراق بكثرة؟ أعتقد بأن هذا الموضوع يستحق حلقة كاملة. نعم. أنا كنت معتقل في عام 2013. نعم. في مقر بسجن مكافحة الإرهاب. قلت بسبب عمل الصحفي والإعلامي بدون تهمة طبعا، شاهدت بأم العين أشخاص يعانون الويلات وتهمتهم الوحيدة هو تشابه أسماء. نحن نتحدث عن أشخاص مضى على اعتقالهم أشهر طويلة جدا، والسبب هو مجرد تشابه الأسماء. الثلاثي مثلا الرباعي يختلف، اسم الأم يختلف، ولكن يجب أن ينجزوا معاملة معينة وتذهب إلى بغداد. هذا الموضوع طبعا الكل مستفاد من عنه، كيف ذلك؟ باستثناء طبعا المواطن. القوات الأمنية تقول تم اعتقال المجرمين المطلوبة أسماءهم وهم بالعشرات، وهو إنجاز إعلامي. مكافحة الإرهاب فساد كبير جدا، يأخذون مبالغ طائلة لأجل إطعام المعتقلين، وكل هذه الأموال تذهب في جيوب الضباط الفاسدين في مكافحة الإرهاب وغيرها. وأنا مسؤول عن كلامي لأني أنا كنت هناك وشاهدت بأم العين. فإذا نتحدث عن عملية الكل مستفاد منها، باعتبار الحكومة تحاكم الإرهاب والقوات الأمنية تعتقل المطلوبين والسجن يقوم بدوره، وهي أموال تصرف لأجل الفساد والفاسدين. عندما لا يتم اعتقال الأشخاص الأبرياء وحجم المسلحين المناهضين للحكومة هو حجم قليل، إذا نتحدث عن أموال كبيرة جدا يجب أن تعود للخزينة، ومن ذلك من الضباط يعود بتلك الأموال. عليهم بأن يجلبوا أكبر عدد ممكن وأن يعرقلوا معاملة أي شخص معتقل. بإضافة لذلك هؤلاء الأشخاص عندما يتم الإفراج عنهم يدفعون مبالغ كبيرة جدا لإنجاز أي توقيع أو أي معاملة من أجل الإفراج عنهم. أستاذ زياد، يعني بما أنك رأيت يعني بأم العين ما بهذه القضية بالذات، كيف يتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا على قضية تشابه الأسماء؟ في الحقيقة التعامل يتم تعامل واحد، كل من يدخل مكافحة الإرهاب يخضع للتحقيق. وعندما نقول التحقيق، هناك تهم جاهزة وإفادات كاملة، يجب على الذي يعتقل يتم اعتقاله عليه أن يعترف، وإلا يتم تعليقه في سقف السجن ويتم ضربه بشكل مؤلم جدا، وأنا شاهد ذلك. نعم. ويتم تغطيته بالماء البارد، ونحن نتحدث في شهر 11 في مدينة من السنة ونتحدث عن برد قارد جدا. نعم. أنا شاهدت أبرياء يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، وأنا منهم طبعا بالمناسبة، وقد يعني تم إدخالي المستشفى خلال
10 ايام دخلت المستشفى 3 مرات ولدي تقرير طبي بذلك. يعني فالذي يدخل مكافحة الإرهاب تشابه أسماء أو قيادي كبير في عناصر التنظيم أو غيره يدخل عليه أن يعترف بذلك وإلا سيجد الويل ثم الويل ثم الويل. ونتحدث عن أشخاص أبرياء يدخلون السجن بمجرد مشاهدتهم الناس التي تتعذب هناك يتم يوافقون على الاعتراف وهم من خيرة المجتمع وأبناء عوائل معروفة جدا، وهناك من خرج في وقت لواء الديب يعترف بأنه مارس حتى اللواء داخل الجامع وهو إمام جامع، وهذا الشيء غير صحيح ونحن نعرف بأنه غير صحيح، ولكن يتم مساومته على شرفه وعرضه وبناته. فإذا نتحدث عن قوات تقوم بعمليات تعذيب عجيبة غريبة، فتشابه الأسماء أحد هؤلاء عدد تهم يكفي أن تكون قيادي في داعش مجرد. بداية الحمد لله على سلامتك لخروجك من المعتقل سالما غانما، ونأسف لما تعرضت له، لكن قضية الإغراق التي ذكرتها سجن غوانتانامو قامت الدنيا ولم تقعد على قضية الإغراق، وأبطلت الإغراق في سجن غوانتانامو وفي العراق ما زالوا يمارسونه. أستاذ حسين، أنتقل إلى قضية أخرى وهي إعادة إعمار المدينة الشماعة التي تتشبث بها حكومة بغداد. لماذا إلى اليوم بعد 8 أشهر من استعادة السيطرة على المدينة كما ادعى حيدر العبادي لم ترفع 1% من كمية الأنقاض التي موجودة هناك؟ لا يمكن بناء مدينة الموصل لا الآن ولا غدا ولا بعد سنة ولا سنتين ولا 3. السبب كما ذكرت لك هو الفساد، ولكن احنا خلينا نتكلم على رفع الأنقاض. رفع الأنقاض هو ليس بناء، رفع الأنقاض هو يعني عملية البناء موضوع آخر. رفع الأنقاض هذه قضية بلدية، أنه لابد أن ترفع هذه الأنقاض حتى الحياة على الأقل تستمر لمن يعيش في هذه المدينة. رفع الأنقاض غير مكلف، غير مكلف، لأنه مجرد من عجلات الشفرات والقلابات تستطيع أنه بحملة قوية خلال شهر زمان ترفع هذه الأنقاض، ولكن هذا الأمر متعمد أيضا، متعمد لأنه غير مكلف والعراق ليس فقيرا. لماذا متعمد؟ لماذا يعني يصرون على بقاء الأنقاض؟ بقاء هذه الأنقاض لأنه يعني أنا أرجع وأقول إلى الطائفية وغياب المهنية. اليوم لو هناك على القائمين على البلد ناس مهنيين لا يمكن أن يقبلوا بهذا الوضع، لا يمكن أن يقبلوا. من اليوم 8 أشهر لماذا لا تحرك عجلات البلدية وعجلات بالأجور الخاصة وتأتي السفرات وترفع هذه الأنقاض لكي تعود الحياة؟ هل يمكن القول أنه لإهانة المكون؟ إهانة المكون وإهانة المدينة، وللأسف أنه هذا ما نعانيه في الداخل. لكن يا أخي المنظمات الدولية، أنتم جئتم إلى الموصل والآن موجودين على ترى هذه الأنقاض، بس فقط ما أخير الشباب الصغار لتحرفوا عقولهم وأخلاقهم، وإلى النساء لتحرفون. هذه هي مهمة المجتمع الدولي تجاه مدينة الموصل. هل مدينة الموصل هي قضية في صحراء لا يعلم فيها؟ اليوم الإعلام والأنترنت كل العالم يعرف ما هو موجود في الموصل وما الذي يجري. طيب أين هذه المنظمات الدولية التي تأتي لتنقذ هذه المدينة؟ الجثث اللي موجودة متفسخة، لماذا وزارات الصحة والمنظمات الصحة العالمية لا تتكلم عن عواقب هذه الجثث وهذه الأنقاض؟ هذا حقيقة نحن لا نقول أنه يعني الاستهداف ليس فقط من الداخل ومن الحكومة، وإنما استهداف من نظام دولي للمدينة ودفع وجعلها تدفع ثمن غاليا. الاستهداف أكبر من الداخل. طيب. لو كان هناك نظام دولي قوي وفاعل لكن حرك المنظمات لإنقاذ هذه المدينة مما تبقى ورفع هذه الأنقاض. رفع الأنقاض ليس مكلفا. طيب. أنت لا تبني جسر ملايين الدولارات بسيطة جدا من دعاية انتخابية لواحد من الفاسدين هي تكفي لرفع الأنقاض. طيب. ولو والله لو واحد من الفاسدين يرفع أنقاض الموصل سأنتخبه أنا. يا أخي بدل ما تروح تعلق صور وتسوي عزايم وكذا تجيب القلابات وارفع هذه الأنقاض ستجد أني أول من يخرج لانتخابك مهما كلف هذا الأمر. أعجب لي واحد راصد له مليون دينار لعملية انتخابية ويرى هذه الأنقاض بالمليون دولار دير أرفع هذه الأنقاض وستجد أول ناخب وستجد المدينة ستنتخبك. لكن مشكلة الفساد ثم الفساد ثم الفساد. طيب الدعاية الانتخابية وصلوا فيها أنه يوزع وجبة غذائية أو كيس من البرتقال لدعاية الانتخابية. طيب أستاذ زياد،
أستاذ حسين قال أن رفع الأنقاض لا يحتاج إلى جهد، لا يحتاج إلى مبلغ مادي كبير، لا يحتاج إلى خطة مدروسة، يحتاج فقط إلى جرافات وقلابات كبيرة وجهد بسيط لرفعها في مدة زمنية قصيرة جدا. أنتم هل ترون أن رفع الأنقاض من المدينة يحتاج إلى كل هذه الفترة واليوم هنالك أزمة كبيرة نتيجة هذه الأنقاض؟ بكل تأكيد لا، المسألة أكبر من ذلك. لو فرضنا أن الأنقاض هذه تحتاج إلى معدات من قارة أخرى، ولو فرضنا بأن الأنقاض تحتاج إلى أموال طائلة، ولو فرضنا أنها تحتاج إلى إمكانيات بشرية هائلة، أليست مدينة الموصل بيد داعش منذ 3 سنوات لم تأخذ ميزانيتها والتي تبلغ 11 مليار دولار؟ أليست الدول التي حطمت ودمرت مدينة الموصل والتحالف الذي قصف مدينة الموصل وقتل أبنائها وشبابها وأطفالها وصاحب المعدات العسكرية يستطيع أن ينظف مدينة الموصل من الأنقاض؟ ونحن عزيزي يجب أن نكون واقعيين، الحقيقة لا تحتاج إلى كل تلك الإمكانيات، يعني هناك إمكانيات بسيطة، هناك الحقيقة أنا مستمر وبرسائل مع أهلي هناك ومن ضمنهم بعض المدراء الخدميين، مدير البلدية يقول ليس لدي مخصصات لأجل أن أشتري الوقود للآليات التي أمتلكها وهي آليات بسيطة جدا، بغداد لا توفر له ثمن الوقود لكي يقوم بأبسط أنواع الخدمة لمدينة الموصل. هذا ونحن بلد نفطي. نعم عبد الستار الحبو أعلنها أكثر من مرة، نعم. لا يوجد لديه وقود، لا يوجد هناك لحد هذه اللحظة موظفين في الدولة يعملون منذ سنوات وبدون راتب، وقسم لم يأخذ مستحقاته حتى بعد دخول القوات الحكومية، ولحد هذه اللحظة لم يستلم حقه الشرعي. طيب فإذا الحقيقة نتحدث عن حكومة تعمل بكل إمكانياتها لأجل عدم عودة الناس إلى المدينة وعدم أخذ دور مدينة الموصل الريادي والحضاري والعلمي والثقافي، نتحدث عن جامعة الموصل التي لم ترفع أنقاضها لحد الآن، تعرف ماذا جامعة الموصل؟ هي من الجامعات المصنفة عالمياً، أحد أهم الجامعات بالعالم في عام 1987. نعم. فإذا عملية مدروسة لعدم رفع الأنقاض واخضرارها، وكلمة اخضرار الأنقاض بها معنى ومدلول كبير جدا. طيب طيب أستاذ حسين، يعني أوصلتني أنت والأستاذ زياد إلى سؤال لم أفكر فيه سابقا، لكن هو لسان حال المواطن الموصلي. ماذا فعل الموصلي لكي يجابه بهذه الهجمة الشرسة عليه، لكي يعاقب هذا العقاب الذي لم يفعل شيء ليستحق هذا العقاب؟ ماذا فعل؟ لم يفعل شيء، وإنما الثقافة الموصلي وديانة الموصلي وعروبة الموصلي هي السبب الذي يدفعه ثمنا لما يجري فيها. هل الموصلي من سحب وسلم المدينة إلى داعش؟ هل الموصلي امتلك السلاح ليدافع عن مدينته؟ هل جهزوه لمواجهة داعش؟ لن يقبلوا به. لهذا السبب الموصلي يدفع هذا الثمن نتيجة هويته وانتمائه وعروبته، هذا السبب الحقيقي يا أخي. وإلا من الذي انسحب وسلم المدينة إلى داعش؟ الموصلي؟ الجواب لا. طيب هل الموصلي داعشي متطرف؟ اليوم الموصل عمرها التاريخ أكثر من 7000 سنة، 7000 سنة عمر الحضاري، هل هي متطرفة؟ من يعطيني دليلا واحدا على أن هناك مجموعة متطرفة داخل الموصل عبر تاريخ العريق الطويل؟ لا يوجد. الموصل مدينة مدنية وتتأثر بها الحضارات الأخرى والثقافات الأخرى. لاحظ من حتى من بعض المدن العراقية عندما يأتي إلى الموصل من البصرة، من الرمادي، من بغداد كذا، تجد بعد 10 سنوات يتأثر بثقافة هذه المدينة، لأنه هي ثقافة وحضارة مؤثرة في الآخر. جونا بعض الناس من أهالي البصرة وسكنوا في الموصل،
أبنائهم تبنوا هذه الحضارة وتبنوا ثقافة لأنها مدينة حضارية مدنية بعيدة عن الغلو والتطرف، فهذا هو الثمن. ولكن للأسف من كان سبباً لم يحاسب على من وأوصل المدينة إلى هذا الحال، ولحد الآن هم متنافسين على مناصب سيادية ومواقع في الدولة، ولم نجد محاسبة أي فاسد أو أي متهم في تسليم المدينة لتنظيم داعش الإرهاب. نعم أستاذ زياد، اليوم هنالك تحت الأنقاض جثث ما زالت لم ترفع، شهادات من الداخل أشارت إلى أن هذه الجثث بدأت بالتفسخ، هذا الأمر أليس فيه تهاونا بحق الجثث نفسها أولا وبحق المواطنين؟ قبل أيام وصلتني صورة لطفلة موصلية لا تتجاوز 10 أعوام فقط حتى تيبس جسدها الطاهر. عشرة أعوام أو أقل، ما الذي فعلته؟ ما الذي جنته حتى تبقى لمدة عام كامل وهي تتعرض للشمس وجثتها ذهبت وذابت بفعل الحرارة والبرودة إلى آخره؟ نحن عندما نقول بأن الحكومة لا تنشر الحقيقة ولا تقول الحقيقة، نحن متأكدون من كلامنا. كيف ذلك؟ أريد أن أقول للمواطن والأستاذة المشاهدين في قناة الرافدين بأن الحكومة أعلنت بأن القتلى عدد قليل جدا لا يتجاوز المئات، وهم مسلحين داعش، ثم أصبحوا 2000 و3000، وآخر ما توصلوا إليه 11,000 جثة، وهناك آلاف الجثث الأخرى لا زالت تحت الأنقاض. نتحدث عن رقم كبير جدا، بينما قتل قبل فترة عدد من الأطفال في أحد مدارس أمريكا قامت الدنيا ولم تقعد، بينما عشرات الآلاف من أبناء مدينة الموصل قتلوا وبدون أي ذنب، لأنهم أطفال نساء شيوخ. الحكومة ليست عاجزة، الحكومة متعمدة، وهذا فرق بين العجز والتعمد. الحكومة التي تجري انتخابات وتصرف عليها أموال طائلة جدا ألا تستطيع من انتشال جثث أطفال ونساء من مدينة الموصل تتفسخ الآن؟ فإذا السؤال الحقيقة واضح، سؤالك واضح وإجابتي واضحة، هناك تعمد، لا يوجد تفسير علمي منطقي غير هذا الكلام. نعم أستاذ حسين، يعني عراقة الموصل معروفة والكل يعلم قصيدة الأصمعي الشهيرة التي قال فيها أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، وكل العرب يتغنى بهذه القصيدة، لكن هذه الهجمة الشرسة عليها اليوم تسبب آفات وأمراض، تبعات بقاء الجثث وتفسخها مستقبليا ما هي؟ يعني أنا لست طبيب حتى أشخص الحالة المرضية، ولكن معلوم لدى الإنسان البسيط جدا أنه بقايا الجثث المتفسخة من أهم الأمراض التي يصيبها، يمكن أن ينتشر الطاعون في المدينة. نعم. لهذا السبب أنه هذا أخطر مرض سينتشر في المدينة، إضافة للأمراض الأخرى. اليوم دفن الجثة من أخلاق العربية والإسلامية، دفن الجثة مهما يكن المقتول، مهما يكن سميه ما شئت، ولكن من القيم العربية والإسلامية أن تدفن الجثة وتكرم. من وصايا الدين الإسلامي إكرام الميت دفنه. نعم. طيب يا أخي، هل يعقل اليوم 10 جثث تحت الأنقاض وحكومة ومجتمع عاجز عن رفعها؟ هذه حالة غريبة وحالة شاذة، هذه جريمة بحد ذاتها، بقايا الجثث لفترة طويلة، والله جريمة على الحكومة المحلية والمركزية تتحملها، تاريخيا ستتحمل هذه الجريمة. ولكن الموصل الآن حقيقة أريد أوصفها بهذا الوصف، كمجتمع، مجتمع مقهور، والمجتمع عندما يقهر المجتمع أو يهدد بما هو أسوأ مما هو موجود الآن، نعم، سيضطر أن يتحمل هذا القهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالمجتمع مقهور الآن لما يشاهد لما يرى ويكظم غيظه، الآن هو مكظوم الغيظ، صابرين ومحتسبين ومكظوم، وإلا لا يمكن، هذه بحد ذاتها جريمة بقاء الجثث تحت الأنقاض. أستاذ زياد، في سؤال أخير وبدقيقة واحدة إذا سمحت لي، ألا تعتقدون أن الموصل أصبحت قضية مركونة على الرف؟
نعم بكل تأكيد مركونة على الرف، وبكل تأكيد مخطط لها خلال المرحلة القادمة أن الميليشيات تضع لها رجل داخل مدينة الموصل عبر تزييف انتخابات وما جرى في مدينة الموصل وكل ما جرى خلال هذه المرحلة سيأتي أكله الآن، وستقوم الميليشيات بلعب دور معين خبيث داخل مدينة الموصل وخلق جو سياسي معين لخدمتها. شكرا لك أستاذ زياد السنجري الصحفي والإعلامي العراقي الذي كنت معنا وشرفتنا في برنامج حوار سياسي، شكرا جزيلا لك. في سؤال أخير وبدقيقة أخيرة أيضا، ما الحل؟ أنا أعتقد الحل لابد من الدعم الخارجي للساحة العراقية عموما وللموصل خصوصا. اليوم الحكومة العراقية هي واحدة من الأسباب فيما يجري في الموصل، وحالة الموصل كما ذكرت لك هي حالة قهر وكظم للغيظ، فلا بد من العامل الخارجي لمساعدة أهل الموصل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن هي مدينة منكوبة، والمنكوب لا بد من التدخل الخارجي لها تدخلا إيجابيا وليس سلبيا. نعم، الكاتب والمحلل السياسي أستاذ حسين سبعاوي كنت معنا في حوار سياسي داخل الاستوديو، شكرا جزيلا لك منضمامك. الله يا مرحبا، أهلا بك. في الختام مشاهدينا الكرام، ما أن تنتهي أزمة في العراق حتى تتولد أخرى أكثر تعقيدا من التي سبقتها. الموصل اليوم مدينة منكوبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ذلك لإهمالها من قبل السلطات. لكن لنسأل السؤال التالي، لماذا الموصل في كل هجمة من الشرق يحصل بها هذا؟ حصار هولاكو الذي دمرها في تلك الفترة، واليوم حصار الحكومة التي من المفترض أن تكون هي حاميتها من كل هجمة عليها. لماذا اليوم الموصل تعيش في مأساة مستمرة؟ يجب علينا أن نفكر بها وأن نعير لها رونقها، أو أن نعيد لها عفوا رونقها وهيبتها، وإن شاء الله يحدث ذلك في القريب العاجل. على أمل اللقاء بكم من جديد يوم الأربعاء المقبل في حلقة جديدة. تقبلوا مني أنا محدثكم أفضل الصقر أطيب التحيات والأمنيات، ومن كادر البرنامج من خلف الكاميرا أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.